ينضم معنا المتحدث باسم مجلس عشائري صلاح الدين الشيخ مروان الجبارة. مرحبا بحضرتك الشيخ مروان. اليوم كما تلاحظ كان هناك هجوم على محطات في سامراء، طبعا هذا الهجوم ليس الأول من نوعه في صلاح الدين، تتابعون هذه الهجمات، كيف تفسرون سهولة تكرارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الفلوج الكرام. منذ يومين ترزح مدينة سامراء ومدينة تكريت تحت نير ظلام دامس، ولا وجود لأي كهرباء في هاتين المدينتين ومحيطهما، وبصراحة الحوادث تتكرر بشكل يومي وأصبحت لازمة يعني متلازمة يوميا، يعني أصبحت يعني موضوع اعتيادي صارت، لأنه لا رقيب ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول لهؤلاء الإرهابيين كفى، نحن محبطون كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، ويعني للأسف كارثة تحل بنا كل صيف، وهذه السنة الوتيرة زادت، ويجب على القائمين على أمر حماية أبراج الطاقة وحماية خطوط نقل الطاقة الوقوف عند الهجمات وإنهائها بشكل سريع، لأنه بصراحة يعني عندنا هذا الكم الهائل من الأجهزة الأمنية ولا نستطيع حماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، فهذا شيء معيب جدا ومخجل، ويعني يقلل من هيبة الدولة العراقية للأسف. طيب، هناك حل مطروح شيخ مروان، وهو أن يساهم أهالي هذه المناطق وعشائرها بحماية أبراج الطاقة الكهربائية كما حصل سابقا في حماية أنابيب النفط، ما الذي يمنع مشاركتهم في حمايتها وتنتهي المسألة؟ سبق وأن طرحنا في لقاء مع قناة الفلوجة المقترح هذا، وقلنا أنه يجب استثمار تعاون الأهالي وخصوصا في المناطق النائية مع الأجهزة الأمنية ومع الدولة عموما، لأنه يعني تأسيس قوة خاصة بحماية خطوط النقل أو البنى التحتية بشكل عام يجب أن يشترك بها أهالي المناطق، لأنه أهل مكة أدرى بشعابها، ايضا نوظفهم ضمن يعني نقضي على البطاله في هذه المناطق ونستثمرهم لتعزيز الامن في هذه المناطق، فبدون مشاركه اهالي المناطق النائيه والاجزاء البعيده التي تستهدف يعني بصراحه راح نتاذى. اليوم موضوع خطوط النقل عبر محافظه صلاح الدين اللي هي تتوسط العراق، وهي يعني تحيطها سبع محافظات عراقية، وجميع خطوط النقل تدخل منها وبدأ يذهب إلى مناطق أخرى، يعني مثلا مثل ما ذكر تقريركم أنه في المسيب وفي يعني خارج بغداد جنوب بغداد بدأت تحصل مشاكل، إذن على الدولة الوقوف والبحث عن من هو المستفيد لإنهاء هذه المشكلة، يعني إلى متى نعاني من انهيار المنظومة الكهربائية؟ البارحة توقفت عدد من المحطات في صلاح الدين ومحطة في القيارة، والكهرباء انتهت نهاية المنظومة شداون، وإحنا اللي ندفع الثمن كمواطنين للأسف. طيب، بغض النظر عن داعش، وهو داعش الإرهابي هو المتسبب الأبرز بالهجمات على أبراج الطاقة، إذا كانت هنالك جهات أخرى تنفذ هجمات أو تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي بطريقة أو بأخرى، إذا نعم موجودة وتتفق معي بذلك الطرح، لماذا لا يتم تشخيصها؟ أتفق معك أنه ليس داعش الإرهابي هي الوحيدة التي تحاول أن تزعزع الأمن وتحاول أن يعني أن تدمر البنى التحتية، هناك جهات ربما مستفيدة، هناك جهات تستثمر في هذا الموضوع تدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية، كما استثمرت سابقا جهات في تدمير أنابيب النفط وتدمير يعني عدد من البنى التحتية اللي تستغل هذا الظرف للاستفادة بشكل أو بآخر، وربما هناك دول تريد الاستفادة من تدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق، وللأسف يعني الواقع مرير جدا، مهما تحدثنا عن الواقع المرير اللي تعيشه محافظتنا بشكل خاص والمحافظات الأخرى عن واقع الكهرباء، يعني نعجز عن توصيف الوضع، لأنه الوضع مأساوي جدا جدا. وبالتالي برأيك ألا تحتاج صلاح الدين إلى عمليتين، الأولى أمنية لسد الثغرات للحيلولة دون وصول داعش إلى هذه الأبراج، والأخرى لمكافحة الفساد وهذه الجهات المتنفذة التي تعرقل سير الكهرباء بشكل جيد في صلاح الدين، باختصار لو سمحت؟ نطالب مرارا وتكرارا، ونطالب اليوم عبر منبركم بالحكومة العراقية بأن تكون هناك عملية عسكرية واسعة
لتأمين الأجزاء شرقا وغربا من محافظة صلاح الدين، بدءا من منطقة حوض حمرين وصولا إلى أطراف الشرقاط، منطقة الخانوقة والتي تمتد باتجاه الصحراء الغربية وصولا إلى البعاج إلى الحدود السورية، وأيضا الجزيرة الغربية التي تبدأ من غرب سامراء وصولا إلى غرب الشرقاط وأيضا تمتد إلى الثرثار إلى الحدود السورية، وهذه تحتاج إلى عملية عسكرية، إضافة إلى نحتاج إلى عملية منسقة للقضاء على الفساد المستشري، فساد جزء مهم. يعني نحن أطلقنا سابقا عبارة ومقولة أنه داعش بنت الفساد، وفعلا داعش والفساد هما خطان متوازيان لتدمير البنى التحتية وتدمير البلد. الحكومة المحلية في صلاح الدين يعني تكاد تكون إجراءاتها ضعيفة وغير مكترثة إذا صحت العبارة بما يجري في محافظة صلاح الدين، وسبق وأن قلت عبر الفلوجة أن هناك مسؤولين قالوا سنحاسب من يزعزع الأمن في صلاح الدين، ولكن لا توجد أي محاسبة للأسف ولا يوجد أي شيء. نحن بحاجة إلى أن تكون هناك تنسيق عالي المستوى للقضاء على الإرهاب والفساد في وقت واحد لإنهاء كل مشاكل المحافظة. نعم، كنت معنا المتحدث باسم مجلس عشائر صلاح الدين الشيخ مروان الجبارة، شكرا لك.